نص أرنب بعد إذنك. سراج أحمد منير؟ أيوة فندم. أمي الله يرحمها ويحسن إليها كانت بتموت في سراج منير، سميتني على اسمه. نص مليون جنيه مرة واحدة؟ بعد إذنك، إذا ما كانش مضايق حضرتك. اكتب العنوان. أفهم؟ اكتب العنوان سيادتك. لحظة واحدة لو سمحت. اتفضل. أستاذ يوسف. هقتلك. هخنقك. أستاذ يوسف. ها؟ النهارده 18 في الشهر. إياك ما يكونش اتأخر زي كل شهر. لا لا لا، اطمني، واصل. أستاذ سراج. لو سمحت، اتفضل من هنا. الشهر اللي فات وصل يوم 25، مع إنه قايل لي في جوابه إنه بيبعته قبل الشهر ما يبتدي بمدة، لكن الظاهر يا ابني بيتأخر في البوسطة. فين وفين على ما يوصل من كندا. وفي جوابه الأخراني بقى بعت لي صورة ليه ولمراته، ما هو أصله اتجوز واحدة كندية وخلف منها عيل. بعت يقول لي تعالي. أروح فين يا ابني؟ هو أنا أقدر على السفر؟ هو وحشني قوي صحيح، أصل أنا ماليش في الدنيا غيره. عارف يا أستاذ يوسف، أنت فيك شبه كبير منه. الشركة بلغتنا امبارح، بس المرة الجاية لازم تدينا مهلة على الأقل يومين، وما تجينيش قبل البنك ما يقفل بدقايق. إن شاء الله. هو المبلغ كام بالظبط يا أستاذ يوسف؟ 120 جنيه. العفو. مظبوط؟ إلا مظبوط. طبعًا يا فندم، الدار أمان. شكرا أوي يا أستاذ يوسف. لا العفو. الخروج من باب الوراني. معلش، أصل عينيا زغللت من كتر العد. إيه؟ تمام؟ أستاذ سراج.
يا سراج، الشنطة بتاعتك كانت هتتسرق. مش بتاعتي يا ايه؟ اطلع يا اسطى. يوسف، يوسف مالك واقف تاه كده ليه؟ ايه الشنطة دي يا يوسف؟ والنبي ده وقته يا يوسف تشتري شنطة غالية زي دي؟ احنا في عرض جنيه واحد. جبتها بكام؟ يوسف في التاكسي هنتكلم بعدين. انت جرالك ايه النهارده؟ شنطة جديدة وتاكسي كمان؟ انت طبيت على البنك ولا ايه؟ الله، ايه اللي بتعمله ده يا يوسف؟ مش هنتفرج على القطرين؟ بعدين، اصلي تعبان شوية ولازم نروح دلوقتي. يبقى نروح في الاوتوبيس زي كل يوم. سهام اصلا ما اصلش يا يوسف. يلا بينا الاوتوبيس هناك اهو. يلا. النهارده في واحده زميلتي باباها مقاول مباني، بيبني عمارات كبيره قوي. قلت لها هتكلمه على شقه متهاوده. يا سلام يا يوسف لو لاحظت باباها مقاول مباني، ما كانش هيبقى عندنا اي مشاكل من اي نوع. فاكر يا يوسف الحمام البامبي اللي شفناه امبارح في التلفزيون؟ يا سلام يا يوسف لو نقدر نجيبه، ولا اوضه النوم اللي شفناه كانت تجنن يا يوسف. يا سلام لو نقدر نجيب كل ده يا يوسف، وورق الحيطه اللي شفناه في اخر محل. الله عليه يا يوسف، لو نجيب الموكيت كمان من نفس درجه الورد اللي كانت موجوده فيه، ولا اوضه الاطفال يا يوسف. الاوضه اللي شفناها كانت مش معقوله يا يوسف. انت ناوي تتغدى عندنا النهارده ولا ايه يا يوسف؟ ها ليه؟ محطتك اهي. يا نهار ابيض يوسف، يوسف الشنطة بتاعتك. خبر، مع السلامة. اتكلم معاك في موضوع مهم جدا. بعدين يا توحيد، بعدين. بعدين ايه؟ انا ما صدقت. ليه؟ لا اصل. اصل ايه؟ لا اصل ولا فاصل. ايه هاخرك على الغدا خمس دقايق؟ معلش هنقعد على القهوه خمس دقايق وبعدين تمشي. تعال والله زمان بقالنا كتير ما قعدناش على القهوه مع بعض يا يوسف. فاكر؟ فاكر لما كنا نزوغ من المدرسه ونيجي نلعب طاوله على المشاريب؟ قلت لي انك عاوزني في موضوع مهم. طب ما انا جاي لك في كلام. وحياتك بسرعه علشان انا اصلي مش فاضي. ما هو اصل الموضوع اللي انا عايز اكلمك فيه محرج شويه، انما معلش احنا برضه اصحاب قدام وزمايل. ما تتكلم دغري يا توحيد. بصراحه انا طالب القرب منك. ايه؟ ما تنساش ان انا كسيب. انا ما كملتش تعليمي لكن انا بكسب كويس وفاتح ورشه ميكانيكا وبشتغل فيها مع اخويا لامع اللي في الكويت. ما انت عارف. انت بتقول ايه؟ طالب القرب مني في مين؟ في اختك ساميه. انت اتجننت؟ اتجننت ليه يا يوسف؟ وانا مش قد المهام؟ ابدا مش قصدي يا توحيد، انا قصدي انها لسه ما كملتش تعليمها يعني. مين قال ان انا همنعها؟ ما تكمل براحتها. طيب طيب بعدين؟ بعدين عن اذنك دلوقتي. كنا عايزين نقرا الفاتحه الاول. فاتحه دي يا جدعان انت ما تصلي على النبي. انت مش بتقول ان انت بروح بيت يا يوسف؟ لا هروح مشوار الاول.
دي مش بتاعتك. انت سرقها وانا شايفك بعناية. وانت هتعمل بيها ايه دلوقتي؟ انا راح اسلمها للبوليس. طب ما انت عديت يجي على 50 اسم. سيب يابا الشنطة ومالكش دعوة بالحاجات دي. الحاجات دي خطر عليك. يلا يلا عشان تروح، احسن ماما مستنياك على الغدا. ما تخلينيش اذيك. انت شكلك مش وش بهدلة. هات الشنطة واجري على بيتكم. هات. لعلمك انا بشتغل في البنك اللي صرف الفلوس دي، وعارف اسم الشركة. هبلغهم بكل حاجة، ودي اللي اوديك في داهية. من شويه كان باين عليه قلقان قوي وسال عليك كذا مره. ما قالكش راح فين؟ ما قاليش. معلم رفاعي في برتيتا الليله ما تنساش. مع السلامه يا معلم. كنت فين يا رفاعي؟ الدنيا مقلوبه عليك. النجار فوق. اتأخرت ليه؟ عملت شاي للمعلم يا بت. ده مش وقت زفت. قولي ايه اللي اخرك؟ حصلت شويه لخبطه بس جت سليمه، بس برضه ما كنتش هطير. دي مش اخر مره. مش اخر مره يا معلم. ايه اللي حصل يا رفاعي؟ ايه اللي جاب الراجل ده هنا؟ ضايقك في حاجه؟ ابدا، بس من ساعه ما قعد عينيه بتطق شرار. بقول لك ايه؟ ما تسيبك من شغلانه الهباب دي وتنزل تقف في القهوه تاني. ولازمته ايه الزعيق ده؟ ايه ده يا رفاعي؟ نمر الاف اتغيرت. وانا اتعرفنا انا بشيل بس. الشنطه دي اتفتحت في السكه واتقفلت تاني. ما حصلش. الشنطه ما غابتش عن عيني. ما تقول لي يا رفاعي ايه اللي حصل بالظبط؟ ابدا، واد من الافنديه اللي شغالين في البنك دخل في الخط غلط، افتكرني سارق الشنطه. ما حصلش حاجه. نجار سكينه يا بت. معايا. خش جوه يا بت. بقت فتحت اهي. ايه ده؟ اديني فرصة وانا ارجع لك الفلوس. العملية خرجت من ايدي. تلاتة حاجة ساعة. اللي انت عملته ده الله يخرب بيتك. شوية التراب دول بنص مليون جنيه. ده هيروين من احسن نوع. الشوية دول على ما يوصلوا مجاها لافريقيا يحصلوا 2 مليون جنيه. خلاص يا حبيبتي،
اعوضك عن كل اللي خدته منك، هلففك الدنيا بلد بلد. هنطلع الاول على العريش، ومن العريش ناخد مركب صيد لايطاليا. انا عامل حساب كل حاجه. ايه اللي حصل يا نجار؟ رفاعي لطش النص ارنب. مش ممكن فرد اعملها لوحده. ما اعرفش ايه اللي فيها. وهو مش قد اللعبه دي ابدا. كلنا يا نجار. ايه اللي حصل بالظبط؟ احنا سلمنا البودرة وقبضنا بداله ورقه عليه اخبار قديمه. والهيروين؟ ده بقى تبعكم. هو حط نص على نص وبلع له ارنب لوحده. مش مهم دلوقتي تبع مين. المهم لازم يسافر دلوقتي. والا رحنا كلنا في توكر. سراك هو اللي لعب اللعبه دي يا سعاده البيه. انا عارف ومش هيسلك. ده ماشي في سكه واحد زمان كان لوحده ديك رومي بك وفلسع. اصبر انت باعكوا برضو. خلينا بالمأمورية دي. ما اقدرش اخد القرار ده لوحدي. توحيد كلمك؟ الله، ده انت عارف الحكاية يعني. توحيد ما يتعيبش يا يوسف. تعالي شوف يا ماما بتقول ايه يا ستي. ايه يا يوسف؟ عاوزة تجوزك لواحد ميكانيكي. توحيد؟ الله، ده انت كمان عارفة الحكاية. اما انا قلت لماما وقلت التوحيد يكلمك الاول. من الاول؟ والصنص الانجليزي اللي انت هتاخديه هتفرشه على ترابيزة المطبخ عشان تقور عليك كوسة. وبعدين بقى يا ماما؟ يا اخويا اسكت وبص لنفسك. ده انت بقالك 5 سنين متخرج من الجامعة. ده احنا دخنا 7 دخات عشان ننقلك البنك اللي هنا. لا وايه؟ مين عارف هتتجوز ازاي وامتى؟ ولا اختك ست وفاء اللي خدت جوزها وراحت السعودية بقالها 2 سنين. هو انا في حد اتوكس وكستي؟ يا ماما افهميني يا ماما. ده وضع مؤقت وهيتحل. وضع مؤقت؟ شلاه يا سي مؤقت. أموت أنا بقى على ما يتحل. اسمع يا يوسف، لو عندك كلمة كويسة قولها، ما عندكش نقطنا بسكاتك اعمل معروف. يا بابا سيب أبوك في حاله، أهو زيك وأنت كمان طالع له غاوين فقر وعنطزة. هنرجع للنقرزة تاني يا رتيبة؟ أيوه، ومش هبطل إلا لما تعمل اللي أنا عايزاه يا عبد الجواد. بقى يا عالم، حد يبقى عنده بيت زي ده وفي حتة زي دي
وعلى مساحة قددي ويجيب لي 40 جنيه في الشهر بس. يعني عايزان اعمل ايه يا غتيبة؟ اطرد الناس اللي فيه؟ لا يا اخويا اتلحلح، اعمل زي ما الناس بتعمل، طلع تصريح هدم، حل كيسك وشحل فلوسك وكل شيء يتحل. منين يا غتيبة؟ من المقاول اللي حيبنيه. وافي انت بس وسيب الباقي عليا. مش هيحصل يا غتيبة طول ما انا عايش على وش الدنيا. يا مصبتي انتوا عايزين تجننوني؟ عايزين تموتوني ناقص عمر؟ انا قايم اصلي ركعتين واستغفر الله من اللي انت بتقوليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوفي بقى يا ماما، الطريقه اللي انت بتفكري بيها دي غلط، ولو وافقتم على الجوازه دي انا هسيب لكم البيت ده وامشي. مع السلامه يا حبيبي، اللي بتجيبه معاك اول الشهر خده معاك وانت ماشي. يوه طبعا، ما انت ايديكوا في الميه البارده، محدش حامل الهم غيري، ناقصك انت وابوك. بتيجوا تلاقوا لقمتكم جاهزه وهدمتكم نظيفه، عايزين ايه تاني؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ بقى شوف اما اقول لك، شغل الله ده مش عليا، اطلع هات الفلوس. فلوس؟ فلوس ايه؟ لا ما انتش عارف فلوس ايه؟ اطلع. تعال بس. بقى نص مليون جنيه ضاعوا. نص ايه؟ يا نهار اسود، ده انا شايفهم بعينيا دول وهما بيتحطوا جوه الشنطه. اسمع بقى، الروايات بتاعتك ديت انا مش فاضي اسمعها، هتجيب الفلوس ولا اخلص عليك؟ اسمعني بس يا انت اسمك ايه؟ مش شغلك، الشنطه كانت في ايدك انت والبنت اللي كانت معاك، ركبتوا الاتوبيس واداريتوا على عينيا شويه وكانت معاكم، وديتوا الفلوس فين؟ فلوس ايه؟ فلوس ايه وزفت ايه؟ هو انا لو كنت خدت الشنطه كنت هفضل قاعد مستنيك هنا لحد ما تيجي؟ ما تفكر بمخك يا اخي، بقى هاخد نص مليون جنيه وافضل قاعد هنا؟ هتجنني يا جدع انت؟ نص مليون ايه؟ الشنطه اللي انت سرقتها من سراج كان فيها نص مليون جنيه. وانت ايه اللي عرفك؟ ما انا قلت لك بتنيل على عيني، بشتغل في البنك اللي صرف الفلوس دي. يا جاه النبي، نص مليون جنيه يطلعوا كم الف دول؟ يطلعوا نص ارنب. كم؟ نص ارنب طبعا طبعا، نص ارنب عارف. نص ارنب 500 الف جنيه. يا ولاد حراميه، 500 الف جنيه واخد 100 على النقله؟ بقى اشيل 500 الف جنيه واخد 100؟ طيب انا اجار الكلب. الله، يعني انت ما كنت سارق الشنطه؟ تليه على عينك، سارق انت الاخر، انا كنت واخدها من الدهول التاني بدل. بدل ايه؟ تمالك انت. اصلا لما خدت شنطه منك ورحت اديها لسراج ما رضيش ياخدها مني وقال انها مش بتاعته. طبعا اصول الشغل. لا 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 يا حيدر، مش اصول شغل، سراج ضحك عليكم، خد الفلوس من الشنطه واديها لكم فاضيه. مش ممكن، دي مش اول مره اشتغل فيها مع بعض، ثم انا مسلمه البضاعه بايديا. بضاعه ايه؟ تمالك انت. انا مش ممكن اروح دلوقتي، بقول لك ايه، ممكن اتوه هنا لغايه الصبح. الصبح همشي يعني. ممكن. يا نهار ابوه اسود، بقى خد الفلوس والبضاعة كمان، ده يبقى بايع نفسه. عارف يا سراج، انا حاسه اني
اني ما كنتش غلطانة ابدا لما سبت الدنيا كلها وجريت وراك. لسه يا روحي انت لسه ما شفتيش حاجة. انا هعوضك السنين اللي فاتت كلها، هرجع لك كل فلوسك اللي خدتها منك قبل كده. اخفى عليك يا سراج، هو في فرق بيني وبينك؟ ابدا يا روحي ابدا، انا هعيشك في العين، ما في ست في الدنيا تحلم بيه. دي لعبتي انا لوحدي يا كوثر، لعبتي اللي خططت لها من زمان ولازم تنجح غصب عني. يوسف موجود؟ لا مش موجود، راح الشغل. نقول له مين حضرتك؟ يوه انت حر؟ معصر المقاولات. وحياتك عاوز اسال على واحد عندكم اسمه سراج احمد منير. ما عندناش حد بالاسم ده. طب اديني حد مسؤول اكلمه. دقيقه واحده. السناني عند الباب الوراني دلوقتي. لو سمحت كنت عاوز اسال على واحد بيشتغل عندكم اسمه سراج احمد منير. ما افتكرش في حد عندنا بالاسم ده. ازاي يا فندم؟ ده صرف من البنك اكتر من مره باسم شركتكم ومبالغ كبيره. سوري اسف، الظاهر في عندنا فعلا شخص بالاسم ده. سراج ايه من فضلك؟ سراج احمد منير، ممكن اكلمه؟ اعتقد ان الاستاذ سراج في ماموريه. حضرتك مين وعاوزه ليه؟ الو وحياتك يا عصام. ايه لو حد سال عليا انا خارج وراجع على طول. ماشي يا واحد. يا عصام انت اللي بتطالب المعاصر المقاولات؟ لا امال مين اللي كان بيكلمك؟ يوسف. ها انت مش كنت دلوقتي على الخط؟ انت اللي كنت طالبها يا يوسف؟ معاك على الخط. ايوه يا استاذ يوسف، حضرتك فتحت موضوع. يا فندم انا اصل ما فيهاش حاجه معينه. يا ريت تشرفنا في الشركه نشرب فنجان قهوه ونتكلم. هنتكلم في ايه يا فندم؟ في سراج ولا في حاجه تانية؟ يا فندم انا
انا كل اللي كنت عاوز اتاكد منه. من ايه يا استاذ يوسف؟ من شخصيه اللي صرف الشيك. بس حساب شركتنا مش شبك يا استاذ يوسف، نتقابل ونتكلم احسن. الو، كده تسيبني نايم وتمشي؟ ما صحتنيش اخرج معاك ليه؟ اسمع رفاعي، انا ماليش دعوه باللعبه دي. خد ادي عنوان سراج اهو، واعتبر نفسك ما شفتنيش خالص ولا تعرفني، انت فاهم؟ هو حصل حاجه؟ يوسف، كان في واحد دلوقتي طالبك حالا في التليفون. مين؟ واحد بيقول انه صاحبك من زمان، كان في المانيا. انا ماليش صحاب في المانيا. يوسف، اما ملقكش طلب يعرف عنوان البيت. واديتهوله؟ انا قلت له يجي البنك هنا، فقال لي انه مشغول لاخر النهار، فديته عنوان البيت. ايه يا يوسف، في حاجه؟ لا لا لا، مفيش حاجه خالص. استاذ يوسف. ايوه، كنا عايزين ندردش مع بعض شويه. انا من طرف سراج. يوسف، عن اذنك. سهام. لا، غرفة الميه دلوقتي. بسرعه يا رفاعي. ايه؟ نبعد دلوقتي عن هنا. وبعدين يا رفاعي هعمل ايه؟ انت خايف كده ليه؟ انا كان مالي ومال الحكايه المهببه دي. حظك النحس بقى. لا يا عم، انا رايح ابلغ البوليس واخلص من الدوشه دي كلها. هتبلغ البوليس هتقول له ايه؟ هقول له ايه؟ اقول له على اللي حصل واطلب حمايتي. حمايتك؟ حمايتك من ايه ومن مين؟ انت بتحلم؟ والناس ايديهم طويله وطرشه. انت مش بتقول عرفوا بيتك وجولك البنك كمان؟ ايوه. يبقى عليك العوض. تعرف ايه الحاجه اللي تخليهم يبعدوا عنك وتخليك تطلع منها سليم؟ اننا نرجع الفلوس تاني. صح صح يا ولد، ده عين العقل. حلو قوي، مفتوحه. تعالى. ايه؟ تعالى. انت بتعمل ايه؟ تعالى بس. ها؟ ايه؟ اركب. بس انت كده تبقى سارق العربية. اركب وبعدين اركب.
معاك شلن؟ معاك رخصة سواقة؟ ورخصة عربية كمان اهي. قلت لي بقى يا اخينا هرجع الفلوس دي ازاي؟ لازم نلاقي اسراج. صح، لكن ازاي اذا كان ابن الحرامية سايب عنوانه في البنك على خرابة؟ اسمع، قبل اسراج كان في واحد بيصرف الشيكات من البنك لنفس الشركة دي، اسمه رشدي حسين عامر. المعلم رشدي؟ الله، انت تعرفه؟ ايه اللي اعرفه؟ رشدي حسين عامر موجود؟ ساب هنا من زمان. راح فين؟ راح مطرح ما راح. مين بيسأل؟ هيكون مين يعني؟ انا بس خفت تكون المهم تلاقيه في اسكندرية في المينا تصدير واستيراد، حاجة كبيرة خالص بيطلع في الجرانين ساعات. اتفضل. مرة تانية يا حلو. عن اذنك. محدش يرد على التليفون. اعمل معروف يا سعادة البيه، قول لي انت مين وايه الحكاية بالظبط؟ احنا ناس طول عمرنا عايشين جنب الحيط وما لناش دعوة بحاجة ابدا. ابنك فين؟ يوسف. ماله يا بيه؟ ابني عمره ما كان له دعوة بالسياسة. سياسة يا ولية؟ فين الشنطة اللي جابها هنا؟ اسمع من فضلك، توريني بطاقتك الشخصية. يا راجل اتلهي. النهارده بعد الظهر وانا ما رجعتش البنك خالص. اسمع يا سلام، انا عاوزك في كلمتين. اهلا يا طنط. ازيك؟ ازيك يا ابني؟ على اذنك معلش. من زمان ما حدش شافك. ماشي. بتقول ايه يا يوسف؟ اديني الفلوس اللي عندك كلها دلوقتي. ليه؟ لقيت شقه؟ لا، انا محتاج الفلوس يا سلام، محتاجها قوي. محتاجها في ايه؟ حصل حاجه؟ ايوه حصل، بس هاتيها دلوقتي وبعدين هقول لك. لا طبعا، انا مش هطلع مليم واحد الا ما اعرف الفلوس دي رايحه فين. ولا انت ناسي ان دي فلوسنا سوا؟ خلاص، هاتي نصيبي فيهم. يوسف ارجوك يا سهام، مفيش وقت. يبقى لازم اعرف ايه الحكايه بالظبط. يوسف انت ناسي ان انا خطيبتك ومن حق اعرف عنك كل حاجه؟ هتقدر الموقف؟ هحاول. عملت ايه؟ ما لقيتش غير 200 جنيه جبتهم. رضا، هنروح فين؟ عش الوطويط. وبعدين معاك يا بنت انت، ما تخليكي جاد عمار. وحشتني قوي. اسخلك لقمه تاكلها يا رفاعي. كتر خيرك. بابا احنا عندنا لحم النهارده، امي شايله لك مناب. انا جيت اشوفك قبل ما اسافر. ايه تسافر فين؟ ما تاخد مفتاح القهوه وتروح تفتحها يا ابني، هتفضل تجري كده لحد امتى؟ ان شاء الله يا حاجه بعد ما ارجع هفتحها واقف فيها. وانت عملت ايه؟ لا، وانت عملوا معاك ايه؟ فلت منهم. بقول لك ايه يا رفاعي،
عشان خاطري كفايه شقاوه، انا مستعده انزل معاك القهوه وايدي على ايدك زي زمان. جرايه يا بت، ما تكت من مول هات البورصه. مش قدام العيال يا مجنون. نفسك تسوق؟ لعلمك بقى انا حاجز على عربيه سيات. بتعرف تسوق ولا لا؟ لسه، انما سهام بتعرف. حلاوتك اسكندريه هتبقى برد دلوقتي. بس انا حاسس كاني رايح اصيف. الخير. وحياتك عايز احط الشنطه دي في الامانات. اي خدمه يا فندم؟ شكرا. مساء الخير. على فكرة أنا شفت البرنامج ده قبل كده، كل الأغاني اللي فيه بايخة وقديمة. الآن بنشكر كل الأصدقاء والمشاهدين اللي اهتموا ببقى. ما تعجبش غير العواجيز والمراهقين. شكرا وتحية من أسف البرنامج وإلى اللقاء إن شاء الله في نفس الوقت. ما تنام بقى يا اخي. خفت تروح؟ لا، صعبت عليا اسيبك لوحدك.
كل ارفاعي. ما فكرتش تاخد الشنطه من سراج وما ترجعهاش؟ بيني وبينك لما عرفت ان انا كنت حمار بيشيل ملايين ويضحكوا عليا بملاليم النار طلعت في دماغي. بس العمليه صعبه قوي والعالم اللي بيشتغل معاها ما بترحمش. طب ما هو سراج كان زيك. سراج ده مجنون شال راسه على كفه وماشي، ده عايش لوحده يابا فرضان. انا في رقبتي عيله، تعرف امبارح وانا بسلم عليهم صعبوا عليا قوي. بنت نعيمه دي جدعه قوي. قول لي ارفعها، عرفتها ازاي؟ كنت بشتغل عند ابوها في قهوه صغيره كده، كانت هي في النصبه وانا في الارضيه. في يوم حاولت ابوسها كلتني قلم على وشي رن في وداني. بعد اسبوع كنت متجوزها. وانت؟ لسه ما تلعبتش القلم. ايه ده؟ هات الشيك ده. انا نازله في اوضه 210. ميرسي قوي، ده منشط للدوره الدمويه. العربية معانا بدل ما كنا رميناها في الشارع. ده تلاقي البوليس قلب الدنيا عليها. يمكن نحتاجها. نبقى نستلف واحدة تانية، مش مهم العربية دلوقتي. هو البني آدم بيعيش كام مرة؟ عاوز تقول إيه؟ سراج مش أجدع مننا. عليا النعمة اللي ناخد النص لقارنا بنقسمه بينا وبين بعض، أنت ورك وأنا ورك. قلت إيه؟ قدها. والناس بتوعها؟ ناخد الفلوس الأول وبعدين نحلها ألف حلال. قلت إيه؟ مش عارف أبو رفاعة. مش عارف ده إيه؟ ما تسيبك من شغل العيال ده بقى. هتفضل طول عمرك كده؟ طول عمري. قلت ايه في يومك اللي مش فايت ده؟ هات ايدي امسكي، ما تخافيش. بالراحة عشان متعوري. الحمد لله على السلامة. تعال
تعبتك معايا. معلش انا بحب التعب قوي، بس مش عشان اي حد. شربت ميه؟ يعني حاجه بسيطه. اول ما نوصل الشط هنزلها لك. انت عارفه ان انا غاوي كشافه طول عمري، مفيش حته في مصر غير لما زرتها. انت زرت البحر الاحمر؟ لا. هيعجبك قوي لما تزوريه. انا حاطط في العربيه خيمه صغيره وبعض المعدات. جاهز. عيب هو في وقت. انت عارفه ان انا طلعنا جيران في مصر؟ لا لا لا، هنا اوضتي جنب اوضتك على طول. انا اتخضيت عليك قوي، دفي شويه كده. برافو عليك. ده انا حبيبك يا معلم، واقف عرضك، ما انتش فاكرني. انت اللي سالت عليا امبارح في مصر؟ ايوه يا معلمي. ما بلاش حكايه معلمي دي، انت فاهم؟ كنت عايز ايه؟ واقع في عرضك يا معلمي، طالب حمايتك. صباح الفل يا رشدي بيه. ايوه ايوه ميرسي قوي. لا وصلت بالسلامه امبارح. طب وما نزلتش عليا طوالي ليه زي ما اتفقنا؟ بتقول ايه؟ الامانه فين يا سراج؟ واحده واحده بس من غير حمقه. لا طب كله تمام التمام. مش هينفع الكلام في التليفون، لازم نقعد كده. طيب ما تنساش تجيب الامانه معاك. لا يا رشدي بيه انا ما اقدرش اجي عندك، انا مستنيك هنا في فلسطين في البر. اوكي مش خلاص؟ لا هو انت عايز التليفون؟ ايه رايك؟ اتفضل. حاجة يا رشدي اسمع يا صرصار، انت الواد اللي تحت ده تمشيه. يوسف احنا مش ناقصين لبعيال. ده وجد عاوي يا رشدي بيه. انا قلت يمشي يعني يمشي، مفهوم؟ مفهوم. خد الباكو ده تحت الحساب، انت من دلوقتي تبعي، مفهوم؟ سراج قاعد في اللوكان ده نفخ لي بطنه وعامل ملك، مفهوم؟ اسمعني كويس، انت دلوقتي ميت ميت صح؟ ما انا واقع في عرضي بيه. ما انت ما انتش هتقع في عرض بلوشي كده يا روح امك. لذيذ يا رشدي بيه. حاضر يا فندم، دقيقة واحدة. تليفون من مصر. طيب. الو؟ عملوا فيك ايه؟ ابدا. ما تقول لي هرفعي، ايه اللي حصل؟ خد دول عشانك. ايه دول؟ ودول تديهم لنعيمه في عيش الوطويط. اسال على الواد صبح ابني. رفاعي ايه اللي حصل؟ خد الفلوس واخلع انت، العمليه دخلت في الغويط. قول لي بقى انك عاوز تقنطرني علشان تطلع بنص ارنب لوحدك. يا بني ادم اسكت. لا مش هسكت بقى يا رفاعي. ها
ما انا مش كراجي عشان اتاكل اوانطة كده. يا حمار انت، انا خايف عليك، انت مش وش الحاجات دي، اللعبة دي مش باين لها اخر. يلا اتكل على الله. انت رايح فين؟ رشدي واخدني يغديني في الكندالوكس، تعمل اسراج يا سيد على اخر الزمن. فين؟ روح، انت مش قد اللعبة دي، روح اتكل على الله. خلصت منه؟ خلصت. انزل احجز لك اوضه هنا. هنا؟ سراج نازل هنا. انا هجيب لك نمره الاوضه اللي هو نازل فيها. حاضر. حسك عينك يشوفك ولا يقابلك. ماشي. خليك في الاوضه لحد ما اتصل بيك. حاضر. ما تروحش من ناحيه البار. يعني كله تمام. برافو عليك. انا كمان جاهز. اتعابك موجوده، هتاخدها وانا بطلع المركب. هي هتتحرك الساعه كام؟ طيب انا هكون عندك بعد الفجر. الباسبور موجود وكل حاجه جاهزه. طيب مع السلامه. طب متشكر. الو، أوضة 12 من فضلك. طب لما يرجع وحياتك قولي له رفيع اتصل بيك. ايوه انا اللي قاعد معاه. ما انتش خايف؟ شوف يا ابو رشد، ما دام في مخ نظيف بيشتغل ما تخافش. وبعدين العمليه انا مخطط لها وعامل حساب كل حاجه. يعني هتطلع بيها لوحدك؟ بعد اذنك. بس انا هعمل باصل برضه وهديك البودره، ما تخافش هكرمك.
مش هاخد منك النص ارنب تمنها، هقسمك انا الربع وانت الربع. واذا رفضت؟ ما صدقش انك ترفض نعمه جايه لك لحد عندك. انت عارف ان ما حدش بيتعامل في البودره دي غيري انا والناس بتوع مصر. لا يا رشدي، انت نسيت واحد تالت. مين؟ انا. اذا ما خدتهاش هسافر بيها على افريقيا واوزعها لحسابي. برضه عامل حسابي للنقطه دي ومربط مع ناس حبايبي زيك كده. ما تخافش على اخوك. وحياتك يا رشدي، ما تتاخرش عليا. الليله لازم الفلوس تدفيني. والبضاعه هتستلمها بعد ما اسافر. خلي بالك ما تلعبش بيا وانا ما العبش بيك. الو، نازل باسم انور احمد وجدي. شوف نمرة الأوضة بتاعته. الليلة لازم تكون البودرة والفلوس في ايدينا. الظاهر انه ناوي يهج الليلة. اسمعني من غير ما ترد. اعمل أي حاجة وبسرعة. انت ناوي تروح فين؟ مأمورية صغيرة كده وهرجع على طول. أوروبا؟ انت ما بتكليش ليه؟ الأكل هيبرد. مش بقولك انك خطير؟ على فكرة انا اموت في الغموض ده، ما بيعجبنيش الراجل السطحي قبل. ابو حجاج، برافو عليك، ده انا افتكرتك روحت. تعال تعال. كنت عاوز تقليش نانا ها علشان تتمتع بالعزه ده كله لوحدك يا اخويا. يا واد يا مدقدة، انت قول لي عرفت ان انا هنا ازاي؟ صبايا كمعلمة، بس بقى التاكسي اللي داخل سبع دخان ده بقى مخصوم من نصيبك. ماشي يا عم. ايه ده؟ ايه ده كله؟ يخرب بيتك يا رفاعي، دول كلطة الناس الكبار قوي. اقعد كلك لقمة، الاكل كتير يكفي خمسة. كله بتمن وحلاوة. ولا اقول لك خد دش الاول، الحمام هنا ببانيو، مية سخنة ومية ساعة. لا في صفايح ولا كزان. كزان؟ هتقول لي بقى ان بيتكم فيه بانيو؟ لا. ما تقوم يا جدع خد لك حمام، زمان جتتك عفنت. انا جعان. خرب عقلك يا رفاعي. بقيات هتسكن في القنده زي دي؟ ده انا عمري ما كنت احلم. اصل السراج نازل هنا. ما انا شفته تحت. كان بيدفع مع حتة واحدة. يخرب بيته. ده بيوقع كل وقعة ووقعة. في المطعم؟ ومديها خمرة. امال فين الخمرة يا ابني؟ طب قوم قوم. اقوم فين؟ لما اكل. كل تحت في المطعم وخلي عينك عليه عبال ما اقلب اوضته. الو، الاستاذ انور احمد وجدي. طب هو نازل في نمره كام؟ يعني اهني نفسي يعني. طب ما تقومي بقى نطلع فوق. مش لما نخلص اكل الاول؟ انت عارفه ان انا كنت المفروض اطلع دكتور؟ ابويا كان نفسه احقق له الامنيه دي، وفعلا قعدت في كليه الطب 3 سنين وتخرجت منها. ياه شطاره.
هم خرجوني غصب عني. امي بقى الله يرحمها كانت غاويه تمثيل، كان نفسها اطلع ممثل، هي الوحيده في الدنيا دي اللي كانت شايفه اني شبه عمر الشريف. القرد في عين امه الله يرحمها كانت بتحبه قد عينيها، صوره كانت ماليه البيت، حتى في اوضه السفره كانت معلقه له صوره بالحجم الطبيعي عشان تفتح نفسها على منك لله. انا ما اعرفش رجاله كتير في حياتي، لكن اقدر اقول انك خطير. مش للدرجه دي. امال انت ايه؟ ايه يعني ايه؟ نفسي اعرفك اكتر. هتتعب. قلت لك قبل كده اني بموت في التعب. انت متجوزه؟ كنت. وبعدين؟ طلقته. اصل انا ماليش تقل على الرجاله. وبعدين الراجل اللي اتجوزته طمع في فلوسي. الله، افهم من كده اني غنيه؟ عندي فلوس كتير ومش عارف اعمل بيها ايه. شوف الصدف، انا كمان غني، تيجي نحط فلوسنا على فلوس بعض ونبعزقهم سوا. مش قلت لك انك خطير؟ لو سمحت 208 من فضلك. متشكر. متهيألي بقى انا المرة دي اللي امضي على الفاتورة. متشكر. سيادتك تؤمر بحاجة؟ ها؟ لا 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 ولا اقول لك الغي طلب بقى. معلش. ثمانية ومتين وعشرة لو سمحت. أنور بيه، مش حضرتك خدت مفتاح أوضتك؟ يمكن. نقعد مع بعض شوية ولا ايه؟ أنا نسيت أقول لهم حاجة مهمة أوي في الريسبشن. عن إذنك. مش عليا اسيبك لوحدك. امال ايه اللي حط المفتاح في الباب؟ ممكن تكون نسيته او حد كان بينظف الاوضه. على رايك. لكن انت بقى من نوع المقتحم كده؟
مفيش وقت. مش ناخد كاس الاول؟ ناخد. سك ولا ميه؟ سك. بصحة عمر الشريف وفاتن حمامة كمان؟ كفاية قوي، احنا فاضيين لهم. على رأيك. يا سلام. تعرف أرفعي، أنا عمري ما كنت أحلم إن هيحصل اللي بيحصل ده أبدا. والله أنت رايق قوي يا أخي. بتفكر معايا هنعمل إيه دلوقتي؟ الأوضة ما فيهاش حاجة خالص، هيكون شايل الفلوس والبودرة فين؟ سراج مش سهل، مش ممكن يكون شايلهم معاه. على فكرة الحكاية دي باين عليها هتطول، وأنا ما عملتش حساباتي في الغيار. بس أنت بقى يا عم عملت حسابك وجبت معاك قميص وسويتر. شوف أنا بفكر في إيه وده بيفكر في إيه. أنت هتجننا يا جدع أنت. ما تتحمقش كده. في الأفلام الأمريكاني البطل بيبقى بارد جدا، وكل ما المشكلة تتعقد يبتسم ويولع سيجارة. أنا فرحان جدا وخايف جدا أرفعي. عايز منك خدمة يا يوسف. عمر، بما إنك باين عليك قاعد، ابعت 300 جنيه من الفلوس اللي اديتها لك على البيت لنعيمة في البوسطة. 5 عطفة دكروري بجوار البقال طرف أم نعيمة. مش عاوز كمان أبعت جبالك هنا؟ خد يا أخويا جاري كوبر بتاع السيمة أبو سجارة. ألو، لو سمعت تديني 25314. ايوه 314 معاك. عملت ايه؟ قلبت الأوضة ما سبتش ولا خرم إبرة، مفيش أثر لأي حاجة. لازم الحكاية دي تخلص قبل نص الليل ما يخش، مفيش وقت وبأي طريقة. رجاء، في واحد طالع بيدخلهولي. حاضر يا فندم. رشدي بيه منتظر سيادتك فوق. انت تاخد شنطتك وتروح على طول، ما تبصيش وراك وما تطقيش بكلمه والا هخرسك. يا الكلب عمره، طول عمرنا زمايل. انا كار
ده انا بقالي سنين استنى الفرصه دي. انا هاسبك في البضاعه بس اسمع كلامي. البودره فين؟ ها؟ سراج، كنت فاكر انك هتقدر تلعب لوحدك يا غبي. يوسف، يوسف بتتكلم منين يا يوسف؟ ايه بتقول ايه يا يوسف؟ يوسف يوسف ازيك يا ماما؟ وحشتيني قوي. ايه؟ لا ما تخافيش، مفيش حاجه. ازاي سامية وبابا؟ تعالى يا يوسف، تعالى بسرعه، سيب كل حاجه وتعالى اوام. لا لا، خد تاكسي وتعالى. يا يوسف تحب اجيلك؟ ها؟ طب قول لي انت فين وانا اجيلك. انا توحيد يا يوسف. توحيد؟ انت بتعمل ايه عندك؟ لا 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 لا، انا حاجي. عملت ايه؟ خلصت على رشدي. الحاجات الشخصيه ملهاش مكان عندنا. قتلته ليه؟ خاين وكلب. صباح الخير. اهلا. دي تذكره امانات سكه حديد مصر، هتنزل مصر دلوقتي حالا تشوف فيها ايه. انا متاكده انها البودره. لو هي البودره قولي شوقي يطلعها في طيارة نص الليل، لو ما فيهاش اتصل بيا على طول، وقولي شوقي يبعت تلكس يغير ميعاد الطيارة بكرة نفس الميعاد. حاضر. أنا مش هتنقل لغاية ما يجيلي تليفون. اللي حصل سيبت ركبي، افتكرته قتلك. هو مين ده؟ الراجل اللي جالي البنك. وانت شفته فين؟ كان خارج من اللوكاندا وانا جاي. طب اوصفهولي كده. راجل اصفراوي كده وعلى وشه هم الموت. النجار. الله، يعني وصلوا. دي حاجه ما تطمنش ابدا. ايه اللي حصل؟ السراج ما بيردش، ورشدي مش في المينا، والنجار كان هنا. هي ايه الحكايه بالظبط؟ الو، وحياتك اديني اوضه 210. اهلا يا روحي، انت رحت فين؟ جيت اغير هدومي وهنزل على البلاج قبل ما الشمس تغيب. طب دقيقه واحده حبيبتي، هقفل الدش، نسيته شغال. خليكي معايا.
سمحت، الشنطة اللي في الأمانات. ايوه يا حبيبي، كنت فين المده دي كلها؟ طيب انا هسبقك على هناك، بس ما تتاخرش عليا. تفتكر هي الشنطة اللي فيها الفلوس؟ أكيد كان شايلها في الأمانات، دي هي شبه الشنطة الأولانية بالظبط. الواحد جري كتير اليومين دول، حد يسيب نص مليون جنيه بعيد عنه؟ رفاعي تعال، ده باين عليه لسه بيحب. يلا بينا على اوضته. رحت الجمرك؟ اتصلت بواحد اعرفه وهو اللي هيخلص لي عليها. بيتهيألي اني اعرف الواحد ده. مين ده؟ رشدي. معرفش حد بالاسم ده. يا ترى التيكت معاكي ولا بعتهوله؟ ولا يمكن جه خده وانا نايم؟ وانا صغير كانوا بيسموني القطر. عارفه ليه؟ عشان كنت بدهس اي حد يقف في سكتي. مره عيل صغير سرق مني كره شراب عاديكي، شالوه من ايدي على المستشفى بين الحياه والموت. التيكت فين؟ خد المفتاح معاه. يعني لازم نواجهه. اهي اهي دي اللي كانت معاه. دي خلي بالك اوعى يكون معاه سلاح. فرصة قدامنا، يلا نروح. اللعبة ما بقتش لعبة. روح انت. لا مش هسيبك. ما تبقاش مجنون، المرة هتاخد الفلوس. ملعون ابوها لابو الفلوس. انت مش عاوز تروح لنعيمة وصبحي؟ ابعد عني. روح انت. لا مش هسيبك. روح بقولك مش هسيبك. روح.
اتفضل يا فندم. متشكر، انا نازله تحت. تعالي. شوف يا نجار، انت هتمشي معايا زي ما انت، انا الرائد يوسف الدليل، مفيش فايده.